ايه انا منتظر احد غيري. وش جابك هنا؟ جاي اشوفك. ماجد كيف وصلت المكان هذا؟ ايش قاعد تقولين انت؟ انت ارسلتي لي رساله حددتي لي الموقع والزمن. انا اسيا. عطني شوف الرساله هذه. تفضلي. ممكن أعرف وش الشيء المهم اللي تبيني عشانه؟ لعبة سخيفة. في شخص قاعد يلعب معنا. شلون يعني؟ فهميني. أنا ما أرسلت لك شيء. شو اللي جابك هنا؟ عشان أنا بعد جاتني نفس الرسالة. من جوالي؟ لا. آسي شو اللي قاعد يصير؟ فهميني. بفهم كل شيء. سبيك الحين ترجع بيتك، صدقني بفهمك. لحظة. ما دام الرسالة جت من جوالك، معناها في أحد وصل جوالك وأرسل لي الرسالة. ليش اختارني أنا؟ وليش هذا اللوكيشن؟ عشان اللي قاعد يلعب اللعبة السخيفة هذه مرتب كل شيء. الموضوع كله مرتب. وصدقني بوصل له وبكشفه.